كشفت مصادر إيرانية لصحيفة الجارديان البريطانية أن إيران استخدمت قوارب وشركة طيران مملوكة للدولة لتهريب أنواع جديدة ومتطورة من المسيرات المسلحة طويلة المدى إلى روسيا. ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة على عمليات بيع المسيرات، قولها إن معظم الطائرات حملتها سفينة إيرانية بشكل سري من قاعدة مطلة على ساحل بحر قزوين، ثم نقلت في البحر إلى زورق تابع للبحرية الروسية. وأضافت المصادر أن مسيرات أخرى أرسلت على متن رحلة جوية تابعة لشركة طيران إيرانية مملوكة للدولة.